بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. نواصل شابتر 5، نشوف المقطع الرابع، نشوف فيه دائما parallel flow over a flat plate، ونشوف هذه المرة unheated starting length وuniform heat flux. لاحظ هنا flat plate هذه عندي المرات الماضين كانت كنا نقول انه درجة حرارتها انها TS، لكن كنا نقول كل plate. لا، المرة هذه عندنا unheated starting length، معناها التي اس هذه فقط من هنا وطالع، من هنا وطالع. يعني المنطقة هذه اللي طولها كسي هذه ما فيها تي اس، او بمعنى اخر انه في هذه المنطقة ما فيه هيتينج، انه التي تبع السيرفس هنا والتي تبع الفلود فلو متساويين، اذا ما في فرق في درجة الحرارة. لاحظ هنا الباوند الفيلوسيتي باوندري لاير بدأت من البداية، لكن الثيرمال باوندري لاير ما بدأت إلا من عند الكسي وطالع. ليش؟ لأنه هنا فعلا في فرق درجة حرارة ما بين السوليد هنا وما بين فلود اللي هنا. بالنسبة هلا ودنا نشوف اللوكال نيسلت نمبر بالنسبة لللامينر. لاحظ هنا يساوي النيسلت في حالة الكسي تساوي صفر، في حالة الكسي هذه تساوي صفر، معناها إيش هذه؟ في حالة البليت هذه كلها درجة حرارتها واحدة وهي تي اس، كلها هيتد، وهذه أخذناها قبل لما كانت عندنا التي اس ثابتة على الكل. هذه علاقة شفناها مقسمة على هذا المقدار الكسي اللي هي هذه المسافة. بالنسبة للتيربيلنت فلو لاحظ نفس الشيء هنا، النيسلت لما تكون الكسي تساوي صفر، يعني لما تكون التي اس ثابتة على البليت كلها وهي نفسها اللي شفنا في المقاطع الماضية. طبعا الشرط هنا انه لازم تكون الاكس اكبر من الاكسي. هلا ودنا نشوف بالنسبه للافرج هيت ترانسفر كوفيشنت، الافرج المره الماضيه شفنا اللوكال، هلا ودنا نشوف الافرج. طبعا الهيت الاتش تساوي، لاحظ العلاقه الموجوده عندنا هنا، هنا ايش الاتش هذه؟ اكس تساوي ال، هي نفسها لما يعني لما تكون ال الاكس تساوي ال، يعني المسافه هذه كلها ال صح؟ كأني ودي أقول إنه لما تكون الكسي تساوي صفر نفس الشيء بالنسبة للتيربيلنت. هذه هي علاقتها. لما يكون عندي يونيفورم هيت فلكس، إيش معنى يونيفورم هيت فلكس؟ يعني نحن المرة الماضية كنا نقوله هنا هذه درجة حرارة تي اس، لا نحن هذه المرة عندنا إيش؟ يونيفورم هيت فلكس مثبت على هذه البليت، ودرجة الحرارة طبعا تتغير. إذن حيكون النيسلت نمبر بالنسبة لللامينر يساوي هذا المقدار. لاحظ أنه 0.5 و 1 على 3 ما تغيرت، لكن السي هنا تغيرت، لأنه المرة الماضية كانت عندنا تي اس ثابتة، وهذه المرة لا، عندنا هيت فلكس ثابتة. بالنسبة للتيربيلنت تغيرت السي فقط بالنسبة لي. طبعا هذه الريليشن هذه تعطينا 36% أعلى في اللامينر. لاحظ مش هنا عندنا الهيت فلكس، هذه تعطينا 36% أعلى منها لما كانت عندنا التي اس ايزوثيرمال، ايزوثيرمال بليت كيس، وتعطينا 4% فقط أعلى لما تكون عندنا تي اس بالنسبة للتيربيلنت. طبعا نحن في هذه الحالة نحن عارفين الكيو صح؟ الكيو دوت عارفينها. إذا المطلوب منا هو درجة الحرارة على هذه البليت كم حتكون؟ وبالتالي نقدر نجيبها مباشرة لأننا عارفين الكيو والاتش معروفة والتي انفينيتي معروفة. إذا نقدر نجيب توزيع درجة الحرارة على هذه البليت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.